ما في شيء بالحياة مكتمل، كل واحد منا ينقصه شيء عن الكمال، وخلوا هالشيء قاعدة أساسية بحياتكم. أنا من وعيت على الدنيا وأنا بالمكان هذا اعتدت على المكان وصار شيء طبيعي بالنسبة لي. ما أعرف إيش يعني عائلة أو إيش يعني أهل، ويعتبر هذا مصطلح غريب ومجهول وما أعرف معناه الحقيقي. خلوني أعرفكم على نفسي في البداية وفهمكم مين أنا وإيش حياتي باختصار، وبكلمكم عن أشياء صايرة لي بحياتي. أنا اسمي روان، وإنسانة أهتم بالتفاصيل الصغيرة. ظليت طول عمري أحاول أدور على أهلي وأعرف مينهم، حاولت بشتى الطرق ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، ولازم أرضى بالواقع اللي صار لي. صحيح مكسورة من داخلي، لكن مستحيل أبين لأحد بعكس صاحباتي أو بالأصح خواتي. عشت معاهم حياتي كلها وهم أكثر ناس أحتك فيهم بشكل يومي، وبتكلم عن عيشتهم الغريبة شوي. سهام والنوري هم أغلب وقتهم يبكون وحياتهم ضايعة ومكسورة بسبب انهم لقطاء، كل اللي قاعد يصير لهم بسبب ذنب ارتكبوه اثنين ورموهم وكانوا هم ضحية الذنب. حياتنا كانت جدا صعبة، الأغلب الناس ينظرون لنا باحتقار عكس مسؤولتنا اللي كانت أجمل مخلوقة شافتها عيني. كانت بالنسبة لي أمي واختي وكل شي بحياتي، لأنها تحتوينا وما كانت تقصر علينا بشيء. وهي أكثر واحدة تقدر أني أكره أقابل الناس اللي يجون من برا الدار، وأتوقع السبب معروف. بس خواتي كان الوضع جدا عادي عندهم، لكن ينوجعون لما تكون اللي زايرتهم أم وبنتها. بآخر الليل نحب نجتمع ونجيب أفلام ونسهر عليها، وأنا أحاول بقدر الإمكان أني أنسيهم المعاناة اللي قاعدين نعيشها. ممكن الكثير منكم يستغرب ويقول أنت كيف مو زيهم وليه ما تنهارين وتبكين مثلهم، لكن دقيقة، أنا راح أعلمكم على قانون أنا أمشي عليه في طول حياتي. أمي وأبوي اللي تركوني على عتبة باب المسجد، أنا ما أقدر أحس فيهم دام إنهم حطوني هناك بدون إحساس وضمير. شلون تبوني أحس فيهم؟ احكموا بعقلكم قبل عاطفتكم. المهم علينا، بيوم من الأيام حبينا ان احنا نغير روتين الممل وافلام هوليوود، واقترحت علينا سهام ان احنا نشوف فيلم جديد ويكون غامض. بيني وبينكم تحمسنا له كثير وبدينا نجهز من بدري، وجات المسؤولة عندنا وكان اسمها تالا، ولكن ما كنا ناديها باسمها، كنا ناديها باسم امي، وهالشي كان يضايقها وما تبين لنا. نسيت اقول لكم انها عقيم وما تنجب، ودايم كنا ندعي لها ان ربي يرزقها بطفل، والحزن كان بعيونها وهي تلم الاطفال اللي موجودين في دار الايتام. لكن دقيقة كأن دمعتها قاعدة تنزل، استغربنا وشلون أقوى إنسانة بالكون تبكي. ألحينا عليها أنها تعلمنا سبب بكائها وكانت رافضة بشكل غريب جدا، لكن بعد محاولات كثيرة وافقت أنها تقول لنا، وقالت بشكل يومي يوصلنا أطفال مواليد وشلون أمهاتهم يفرطون فيهم. حسيت بانكسارها، هي تبي طفل وأنا أبي أم، الحياة مستحيل تكون عادلة أبدا. المهم خلونا من هذا كله، الحين جاء وقت الفيلم. ناموا كل اللي بالدار وما بقى غيرنا أنا وسهام والنوري، وشغلنا الفيلم وطفينا الأنوار وجهزنا كل شيء يتطلبه الفيلم. كل واحدة بدت تاخذ مكانها بالغرفة، اللي جالسة على السرير واللي على الكنب واللي على الكرسي، وانسجمنا بالفيلم كالعادة. لكن بدون سابق انذار دق الباب، الخوف تملكنا والرعب مالي قلوبنا، ترددنا ان احنا نفتح الباب او لا. لكن قالت سهام انا راح اقوم واشوف مين يدق الباب، لكن انتوا حاولوا انكم تجيبون حاجات ندافع فيها عن انفسنا لو كان احد غريب. بدينا ندور والحمد لله ان كان في سكين قريبة مني، اخذتها وبديت اشدها على يدي من شدة الخوف، والنوري كانت متخبية وراي وكانت عجزانة انها تمسك اي حاجة. بدت تمشي سهام حبة حبة لحد ما وصلت للباب وقالت بصوت مرتبك وخايف، مين عند الباب؟ قالت انا المربية افتح الباب. ارتحنا وفتحنا لها الباب، لكن كان وجهها شاحب ومتعب وواضح عليها التعب. سألناها ليه ما راحت بيتها للحين، وحاولت انها تضيع الموضوع باي طريقة، وعرفنا ان ورا الموضوع حاجة، وبدت تعاتبنا على سهرنا هذا وانه هو سبب ضياعنا. وحاولنا نفهمها انه روتيننا المعتاد ومستحيل نغيره. بعد دقائق معدودة قررت انها تنصرف من الغرفة، والحزن ما لعيونها. بعد ما تأكدنا انها راحت جات النوري وقالت بنات ضروري نعرف وش فيها وش خلاها تحزن وتزعل زي كذا، ولازم نعرف مين سبب حزنها وراح ننتقم منه. قلت لها وشلون راح نعرف؟ قالت الموضوع عندي. ردت عليها سهام وقالت طيب بس مو وقت الحين، خلونا نشوف الفيلم وبعدين نعرف. المهم رجعنا لفيلمنا وتابعناه بأدق تفاصيله، وكنا مركزين وما تغيب عيوننا عن الشاشة أبدا. وأثناء ما حنا مندمجين سمعنا صرخة هزت المكان وكانت جدا جدا مخيفة.
لكنها اختفت فجأة. كانت الصرخة خارج الدار. فكرنا شلون بنطلع من هنا ونعرف مين كانت صاحبة الصرخة. قالت سهام: انا بحاول اشتت ذهن امي واللي هي المربية تالا، وانتوا اطلعوا وشوفوا ورجعوا بسرعة ولا تتأخرون، بس لازم تاخذون احتياطاتكم، يمكن في احد برا ويضرنا، ممكن يقتلنا او يخطفنا. بدينا ندور اشياء قوية وتحمينا بعد الله. لقينا خشبة كبيرة وسكين ومشرط، للأسف ما تحمي لكن ممكن ان احنا نستفيد منها. على خفيف فتحنا باب الغرفة، لكن لاحظنا ان نور المطبخ شغال، واضطرينا نجلس 5 دقائق عشان نتأكد من اللي موجود، واضطرينا ان احنا نجلس 5 دقائق عشان نشوف اذا احد فيه ولا لا. بدينا نعد الدقائق والثواني وما عاد فيني صبر، ابي اعرف مين هذا. مرت 5 دقائق وكأنها 50 ساعة، وخليت سهام تطلع تشوف من اللي بالمطبخ وترجع تقول. مشت سهام المطبخ والخوف كان مالي قلبها، ووصلت للمطبخ وحنا كنا نراقبها من بعيد عند باب الغرفة. لاحظنا سهام وهي تمشي، وقفت فجأة عند الباب ولا تتحرك، وواضح انها شافت شيء يصدمها. لا في شيء، انا لازم اروح واشوف بنفسي ايش اللي فيه. بديت امشي والخوف متملكني، وهنا كانت الصدمة. امي تالا ملابسها كلها دم وهي نفسها مصدومة. ما تمالكت نفسي وبديت ارفع صوتي عليها، قلت: انت السبب بالصراخ اللي كان قبل شوي، مين قتلتي؟ انا راح ابلغ عليك الشرطة، انت ما تملكين ذرة احساس، وشلون تقتلين احد؟ وشلون تعذبينه؟ لاحظت علامات الاستغراب بوجهها وقالت: عن ايش انت تتكلمين؟ قلت: لا تحاولين تسوين نفسك مو عارفه شيء، كل حاجه انوضحت وبانت الحقيقه. وناديت النوري وقلت: الحين نطلع ونشوف مين قتلت. وقالت سهام: دموع التماسيح ما راح تفيدك، والحين راح نتصرف بامرك وراح ندق على الشرطه، وما راح نسمح لك تتمادين. اليوم قتلتي غريب عن الدار، لكن بكره راح تقتلين واحده منا. وفي اثناء ما احنا قاعدين نكلمها رفعت ملابسها وورتنا يدينها، واكتشفنا انها ما قتلت احد، في احد اعتدى عليها. تجمعنا حولها وقالت: امكم مستحيل تضر احد بيوم، انا ما كنت ابي اخبركم باللي فيني، بس انتوا اللي تبوني اعلمكم. انتوا حكمتوا علي بسرعه، وشلون قدرتوا تكسون على امكم؟ وشلون ظلمتوا؟ كيف بالسهولة هذه قدرتوا تحكمون علي؟ دستور من قناة دستور في اليوتيوب. تعذرنا منها وبدنا نحاول نجفف الدم اللي على ملابسها، ولكن صعقتنا بردة فعلها يوم طلبت منا ان احنا ننصرف بالحالة هذه. ما حبنا نضغط عليها وصرفنا بسرعة، لكن السؤال مين سوى فيها كذا؟ دخلنا الغرفة وجلسنا نتناقش بالموضوع هذا، وظلينا نفكر من اللي سوى فيها كذا، وهل هي صاحبة الصوت والصرخة؟ تتوقعون كذا؟ بدينا نتساءل ومستغربين كيف صار لها كذا، مع انها كانت موجودة داخل الدار والصرخة ما كانت بعيدة عن طلعتها من عندنا. طيب والسؤال بعد، وشلون قدرت تدخل الدار والباب كان مقفول وما في اثار دم بالارض؟ في سبب ولازم نعرفه، احنا محتارين نبلغ الشرطة ولا نقعد بس نتساءل. انا اشوف الافضل ان احنا نبلغ الحين، الموضوع ما ينسكت عنه. رفعت السماعة ودقيت على الشرطة، واول ما قلت: الو، هذا مركز الشرطة؟ الا ويقطع الاتصال بدون سابق انذار. رجعت واتصلت مرة ثانية، واول ما اقول هذا مركز الشرطة يقفل الخط، وما هي الا ثواني الا وتطفي الكهرباء، وما صرنا نشوف شيء ابد. الدار في منطقة جبلية يعني شبه مهجورة، والكهرب صعب تطفي باماكن زي كذا. ما عندنا الا حل واحد، راح نكلم امي ونشوف ايش الوضع وايش اللي صاير. فتحنا باب الغرفة وصرنا نناديها، وللاسف ما من مجيب. انبحت اصواتنا وحنا نناديها وما كان في احد يتجاوب معنا. قفلت الباب لان الوضع مو امن، وجلسنا حول بعض. العتمة بدت تشتد علينا، وانا مو مبين الخوف اللي فيني ولا باي طريقة، لان السهام والنوري خايفين ومعتمدين علي، ولو خفت خلاص اعتبر اني خذلتهم، لازم اخبي شعوري عنهم وما بين لهم خوفي. بعد دقائق معدودة لاحظتهم انعسوا وبدأ النوم يدخل لهم. مسكت كل واحدة وحطيتها على سريرها وغطيتها، وانا جلست افكر بالموضوع شاغل بالي من اللي مسوي بامي كذا، وليه ما رضت تتكلم؟ وتتوقعون انه شخص تعرفه؟ والسؤال الثاني اللي شاغل بالي، مين صاحبة الصرخة؟ لحد الآن كل شيء مبهم وفيني فضول ودي أعرف كل هالأشياء. تأكدت أن البنات ناموا وأخذت معاي الشمعة وطلعت من الغرفة، وقفلت الباب وراي عليهم وطلعت من الغرفة وأنا مطمن عليهم. بديت أمشي بشويش وأحاول أترصد لأي شيء مريب في المكان، وأحاول أني أنبش لحد ما ألقى شيء يوصلني للشيء اللي أنا أبيه. الهدوء كان مالي المكان وبشكل غريب. ما أخفي عليكم، الخوف كان شوي ويقتلني،
والرهبة مالية جسمي، لكن لحظة لحظة بديت أسمع صوت أحد يتكلم. بطفي الشمعة وبحاول أمشي شوي شوي لحد ما أوصل للصوت هذا. نبضات قلبي قاعدة تزول، حاولت أكتم صوت أنفاسي حتى ما حد يسمعها وينكشف أمري إني قاعدة أحاول أطلع مبررات للي قاعد يصير. وصلت الغرفة المطلوبة وبدأت أتسمع وكانت تقول خلاص كل شي تم وما حد باقي غير الفلوس عشان نستلمها. نفذت الخطة ومشت عليهم وشتت ذهنهم لحد ما تخلص أنت. قطعت الكهرباء وفصلت عليهم كل شي. حاولت أركز في الصوت، حاولت أعرف مين هي. صوتها جدا غريب والأول مرة أسمعه. مين تكون هي؟ اللي كانت بالمطبخ هي أمي والجروح اللي فيها مزيفة. طيب مين صاحبة الصرخة؟ أنا لازم أنحاشر غرفتي الحين، لو اكتشفت المجرمة هذه أمري راح تقتلني أكيد بما أني عرفت خطتها. رجعت الغرفة بأقصى سرعة وطلعت المفتاح من جيبي لكني عجزت أني أفتحه. الرجفة كانت مسيطرة على إيدي. في أثناء ما أنا قاعدة أحاول أفتح الباب سمعت باب غرفة المجرمين ينفتح. أنا هنا تجمدت في مكاني وعجزت أني أسوي أي شيء. بدأت خطواتها تقترب مني شوي شوي. حاولت ألتفت وأشوفها ولكن الخوف غلبني وسرعان ما سمعت صوتها وهي تبتعد، وكأنها حست أن في أحد عرف موضوعها. فتحت الباب بسرعة ودخلت وسكرت على نفسي وتخبيت داخل الدولاب، لأنها حتى لو حاولت تدخل الغرفة ما تحصل أحد صاحي والكل يكون في فراشة ونايم. لكن لحظة راح تنتبه أن في سرير فاضي، ومع الأيام راح تعرف أن صاحبة السرير هي أنا، وأكيد أنها راح تنتقم مني لأني أنا اكتشفت موضوعها. رجعت لسريري وغطيت نفسي وبدأت أسترجع شوي من الآيات اللي أنا حافظتها وحاولت أني أهدي نفسي وأنام. اليوم الثاني يوم الأحد حسينا بحركة غريبة قاعدة تصير والكل كان مرتبك ومشوش. سألناهم وقعدنا نبحث عن سبب ارتباكهم. دقيقة، أمي اختفت ما لها أي أثر، الكل قاعد يدور عليها. الخوف مالي الدار، الموضوع صار مشتت. مسكت سهام والنوري ونبهت عليهم وقلت نظل طول الوقت مع بعض ولا نفترق، الاختفاء بدأ بأمنا ويمكن يتسرب لنا. جلست دقايق أفكر بيني وبين نفسي، أحكيهم على الموضوع اللي صار أمس ولا أسكت واحتفظ فيه لنفسي؟ لا أنا لازم أعلمهم، لأن لو ممكن يصير لي شيء مستقبلا يكون عندهم خبر. وأنا في نص تفكيري دقتني النوري وقالت وش مخليك سرحانة؟ في شيء شاغل بالك وحنا لازم نعرفه. بالغصب دخلوني البنات غرفتنا ووقفوا قدامي. واجبروني اني اتكلم وحكيت لهم الموضوع من بدايته، ولكن بدت ملامحهم تتغير وتزداد اسئلتهم وكيف انه صار لي كذا بدون ما اعلمهم. الموضوع ما كان سهل زي ما تخيلته انا. قاطعت كلامنا النوري وقالت دام الكل مشغول وما حد منتبه خلونا نروح لاقرب قسم شرطة ونخبرهم باللي شفناه. فكرة النوري جميلة وخصوصا بالظروف هذه، يمكن اللي شفته يساعدهم ويعطيهم شوية معلومات. طلعنا ومثلنا ان احنا راح نطلع للباب الخلفي وندور عليها هناك، والحمد لله ان ما في احد حس فينا. بدينا نمشي شوي شوي من بين الصخور وتفاجأت بصرخة سهام اللي ما توقعناها. صرت اقول لها يا سهام لا تصرخين، احنا بوضع ما يسمح، وطي صوتك لننكشف. ورجعت وكررت صرختها وتقول بأعلى صوت بنات عجزت اطلع رجلي، لدغت رجلي الثعبان. النوري تخبت وراي ودلست تبكي وتقول سهام راح تموت، سهام ما راح نشوفها بعد كذا. ذكرياتنا قاعدة تمر قدامي ونزلت دموعي وقلت مستعدة أخاطر بنفسي عشان سهام. بديت أدور على أي شيء ممكن يساعدني وبسرعة لأن ما في وقت، لو تأخرت بتموت وبظل طول حياتي ألوم نفسي لحد ما أموت. جلست أدور لما لقيت جذع شجرة وراسه كان حاد، أخذته واتجهت بسرعة لسهام والخوف كان مالي قلبي. وصلت عندها ولقيت الثعبان ملتف على رجلها وبديت أدور على راس الثعبان لحد ما لقيته، وبكل قوتي بديت أغرز الجذع على راسه وهي ما زالت تبكي، وكل ما أغرز الجذع يشد على رجلها أكثر. سهام أغمى عليها من شدة الخوف والنوري كانت واقفة على رأسها وتحاول تصحيها بأي طريقة، وأنا تشوشت أفك الثعبان ولا أفوق سهام.
لا لا خلاص بخلي تركيزي كله مع الثعبان. رجعت وغرست الجذع على راسه وانقطع. خلاص ما في شيء اخاف منه. بديت افك جسم الثعبان من رجل سهام، كان جدا متعب. اضطريت اني اقطعه وصله وصله لحد ما طلعته من رجل سهام من بين جسمها، وشلناها وديناها للدار. اخذت كمادات بارده وبديت احطها على رجلها واحرك مكان الدم اللي انحبس، وكانت تتالم بشكل فظيع. النوري كانت مستمره بالبكاء وتقول انا السبب، انا اللي اقترحت عليكم الاقتراح هذا، وكنت انا السبب في اللي صار. بدون وعي مني صرخت على النوري وقلت بدال ما تلومين نفسك جيبي مويه بارده نفوق فيها السهام. استغربت من ردة فعلي وبدت تمسح دموعها وتجري للمطبخ. جابت المويه وكانت على طول بتصبها عليها، وقلت لها بصوت عالي لا لا مو كذا، اعطيني اول اقرا عليها. اخذت المويه من يدها وقريت عليها وخلصت ورشيت المويه عليها، وشوي شوي بدت تفتح عيونها. والله ما تتخيلون قمه سعادتنا اللي كنا احنا فيها. الحمد لله يا رب انك فوقت سهام. الالم كان لسه مستمر فيها والدوخه ما تركتها. بديت افكر بطريقه حلوه وشلون نطلع من هنا بطريقة آمنة، وجاتني فكرة حلوة. بتصل على الاسعاف وراح امثل اني منهارة ولازم اروح معاها باي طريقة، وبديت بالتمثيل والكل صدقني لان معاي نقطة قوية ساعدتني على انهم يوافقون، واللي هي اني ما عمري كذبت على احد. لكن الحين انا مضطرة اني اكذب، لازم اروح القسم الشرطة. وبالفعل صدقوني، جاء الاسعاف وخذ السهام وانا معاها، وخليت النوري بالدار ورفضت رفض تام انها تجي معاي لان اتوقع جيتها ما راح تفيدنا ابد. وصلنا المستشفى واخذوا السهام ويكشفون على حالتها، ولاحظت ان في تشديد شوي على الايتام اللي هم حنا. يا الله خلاص ما للا حل واحد، بطلبهم الحمام وروح واهرب من وقتها وبكذا ما راح احد يدري عني. دلوني على الحمام وبديت امشي، ولكني حصلت درجة طوارئ. التفت يميني ويساري وما كان في احد موجود، ونزلت فورا. نبضات قلبي زادت والخوف تملكني لأبعد حد، بس أنا مجبورة أمشي بثقة عشان ما حد يشك فيني. وصلت لبوابة المستشفى وكان في حراس، لكن لحظة أنا ما أعرف وين مركز الشرطة، يعني بتوه واحتمال أحد يخطفني. خلوني أكلم الحراس وفهمهم الموضوع وإن شاء الله يتفهموا موقفي ويساعدوني. دقيت باب غرفتهم ودخلت قلت السلام عليكم. خافوا وارتبكوا ونظراتهم لي كانت استغراب وتعجب. وقف واحد منهم وقال أقدر أخدمك بشيء؟ بديت أحكي له كل اللي صار معاي من الألف إلى الياء، وانهيت كلامي بطلب وقلت له تقدر توديني مركز الشرطة، أبيهم يتدخلون بالموضوع ويشوفون إيش ممكن يساعدوني فيه. وكانت ردة فعلهم غير متوقعة لأنهم وافقوني بكل سهولة. بدأ يمشي لسيارته وناداني عشان أركب معاه. وشلون بركب معه واحد غريب؟ مو مهم الحين، المهم اني اتخلص من ذي المصيبه اللي طاحت على راسي. ركبت ورا وحس اني مرتبكه وخايفه، وبدا يسولف معاي عشان يخفف علي، وقاعد ينصحني ويقول مو اي شخص تثقين فيه وتركبين معاه بالسهوله هذه، يمكن هالمره ربك نجاك وطيحك بشخص يخاف الله، لان ترى مو كل مره تسلم الجره. وبدا يزيد علي نصايح الجميله وواضح عليه انه شخص متدين ويخاف الله. وفي اثناء ما كان يوجه لي النصايح حصل شيء ما كان في الحسبان، منطقه مهجوره احنا تماما ضعنا. طفت السيارة او بالاصح خلص البنزين. نبهني اني ما اطلع من السيارة مهما صار واظل فيها. قال لي انا بمشي مسافة 500 متر ادور على محطة وباخذ بنزين، وهذاني ارجع واكرر عليك وعيد لا تطلعين من السيارة مهما صار. قعدت اتكلم بيني وبين نفسي وقلت ليه قاعد يلح علي اني ما اطلع من السيارة؟ اكيد في شيء بس ما يبي يعلمني. وقبل ما يطلع من السيارة افتكرت شغلة، انا ما اعرف اسمه، لو صار لي شيء وشلون بعرف اسمه واناديه؟ حتى لو صار لي شيء منه وبغيت ابلغ عليه وش اقول لهم اسمه؟ وقلت له لحظة يا طيب لو سمحت بس بعرف وش اسمك. تعجب من سؤالي وقال طيب ليش السؤال؟ قلت له بس فضول ابي اعرف، وانا من داخلي ابي اعرف مين هو عشان لو صار لي شيء ولا شيء. وبعدها بشوي قال لي اسمه، وكان اسمه خالد، وقال الحين لازم انصرف عشان ادبر بنزين باسرع وقت. طلع من السياره والخوف كان مالي قلبي واضطريت اني اتخبى. الرعب اللي مريت فيه قبل والحين ما كان سهل. دقيقه انا اسمع صوت صرخه قويه هزت الارض. كنت متخبيه ورا وبدت السياره تتحرك وخوفي كان يزيد اكثر واكثر وصارت دموعي تنزل. اخ يا جسمي انا وين وشلون صارت الدنيا صباح؟ فتحت عيوني الا انا بمكان ما اعرفه وعجزانه اتحرك.
حاولت أركز وأشوف أنا وين بالضبط. مو معقولة أنا نايمة في نفس مكاني من أمس بعد الهزة اللي صارت. لكن لحظة خالد وينه؟ للحين ما رجع. قمت بصعوبة من المكان اللي كنت نايمة فيه وفتحت باب السيارة وما رضي ينفتح بالبداية، وحاولت أكثر من مرة وكل محاولاتي باءت بالفشل. مالي إلا حل واحد، بكسر القزازة وأطلع منها وبشوف وين راح خالد. قعدت شوي أفكر بيني وبين نفسي أنا وشلون سويت كذا. صار لي وقت طويل متغيبة عن الدار وأكيد راح يفقدوني ويبلغون علي، بس أنا لازم أوصل لمركز الشرطة وبلغ عن اللي صار معاي قبل يوصلهم بلاغ من الدار. أكيد بيتهموني بالجنون أو بالكذب لأني مفقودة ولا راح أحد يصدق كلامي. خلاص أنا بكسر القزاز الحين وبروح أبلغ الشرطة باللي صار معاي، وقضية خالد أتصرف فيها بعدين. بديت أدور في السيارة أي شيء ممكن يساعدني على كسر القزازة، ولقيت تحت المقعد عصا أو بعضكم ممكن يسميها عجرة. بس هذه وقتها طلعتها وكسرت فيها القزازة الأمامية. ما كان عندي حل آمن إلا القزازة الأمامية وبديت أكسر فيها، وبنفس الوقت كنت أحاول أني أحمي نفسي من القزازة اللي كان يطاير وأنا أكسره. أنا الحين كسرت تقريبا 3/4، لكن الحين يمديني أطلع بسهولة وأمشي من المكان هذا. لكن دقيقة، أنا لاحظت حاجة، أنا بمكان غير المكان اللي وقفنا فيه أمس. لا مستحيل، يمكن انا ناسي عشان المكان كان مظلم، مستحيل انه يتغير. يا الله قاعد احس بوجع بيديني، ايش هذا؟ ايش اللي مخلي يديني تنزف بالشكل هذا؟ انا في مكان خالي من الناس تماما، يعني وشلون بلاقي احد ممكن يساعدني؟ بديت امشي والطريق كان يخوف بشكل مو طبيعي. أنا اللي ضيعت نفسي بنفسي، لو أني جالسة بالمستشفى مو أحسن لي؟ مع سهام؟ مو أفضل لي؟ إلا تعالوا، وش صار لسهام الحين؟ يا ليتني ما تركتها، ليتني جلست عندها، بس خلاص مو وقتها الحين ألوم نفسي وتندم، أنا لازم أشوف لي حل. تعالوا، مين مقطع ملابسي بالطريقة هذه؟ وشلون يصير لي كذا وأنا مو حاسة بنفسي؟ الحين اللي راح يشوفني ما راح يوثق فيني أبد، يديني تنزف وملابسي مقطعة وحالتي يرثى لها. مشيت المسافة طويلة، خلاص أنا تعبت. جوع وعطش وارهاق وانا في مكان خالي. بيني وبينكم انا اللي رميت نفسي بطريق ماني قده واكبر مني، وشلون ضيعت نفسي؟ لحظة شوفوا هناك في سيارة قاعدة تمشي. بديت اجري لها واصرخ بكل قوتي، ما انتبه لي وعليت صوتي اكثر واكثر لحد ما سمعني وقف لي، وهنا ما قدرت اوقف وطحت بالارض. نزل من السيارة وجاء عندي وبديت اسمعه وكان يقول، بس الدم اللي بيدينها هذا واضح انه مو مطول. انا حاولت اني ارفع عيني وطالع مين اللي قاعد يتكلم. صرخت باعلى صوت عندي وقلت، خالد هذا انت؟ قال وهو مفجوع، بسم الله مين انتي وكيف عرفتي اسمي؟ رديت عليه وقلت، انت تركتني بالسيارة امس ورحت وخليتني وقلت انك بتجيب بنزين وقلت انك بترجع ولا عاد شفتك بعدها. ملامحة بدت تتغير وقال، انت وشلون عايشة للحين؟ توقعتك متي لاني يوم رجعت للسيارة ما لقيتك وما كان لك اي اثر بالسيارة. بديت اتلخبط وقلت، وشلون يعني؟ يعني انا كسرت القزاز الامامية وخرجت منها، وشلون انا يعني مو موجودة في السيارة؟ مو مهم الحين، المهم لازم اروح المستشفى، اللي صار لي مو شي بسيط. جاب يساعدني ويقومني من الارض، وسرعان ما صرخت بوجهه وانفجأ وابتعد عني وقال، اسف اذا ضايقتك بحاجة، خلاص اطلعي للسيارة. واخيرا ركبت وانا شبه ميتة من التعب اللي كان فيني. وصلنا المستشفى وتجمع علي الدكاترة وكانوا مذهولين من منظري، ولاحظت انهم يتكلمون بين بعضهم بدون ما اكون اسمع. غمضت عيوني بقوة وشديت على نفسي عشان اقدر اركز واسمع ايش قاعدين يقولون بالضبط. كنت اسمعهم يقولون، هذه وشلون عايشة، معجزة تنكتب على التاريخ ولازم الشرطة تتدخل بالموضوع وتشوف ايش صار لها بالضبط. والحين تتصلون عليهم قبل لا نسوي اي شيء.